السلام عليكم. حالي محمد مستخدم تنسيقيه السلام الوطنيه اشخاص بوضعيه اعاقه. جينا في اليوم العالمي للشخص المعاق باش نطالبوا بالحقوق تاعنا اللي هي كاينه في قانون الاطار 97/13 واللي هي موجوده ولكن ما خارجش على الارض الواقع. الان جينا باش نناضلوا قدام قبه البرلمان للمطالبه باهم الحقوق اللي كنطالبوا بها بصفه استعجاليه، هي بطاقه الشخص المعاق مساعد الصلاحيه، يعني تكون فيها التغطيه الصحيه بالمجان والمواصلات بالمجان ومنحنه شعريه باش المعاق يعيش بكرامه، لاننا عينا من التسول وبغينا نعيشوا شويه بالكرامه وبغينا الحقوق تاعنا اللي كاينه في القانون الاطار تخرج للوجود. تبارك الله عليكم وتحيه نضاليه. اليوم المعاق نستغيث من عند احتياجات خاصه انه نطالب مطالبنا لا في الصحه ولا في التعليم، ولكن نحن من زمن عاد زمن نحن مهمشين المعاقين يهمش ونطالبنا الوقفه الاحتجاجيه واليوم لنكرس نوصل صوتنا للمسؤولين على حقنا. وكنشكركم على التغطيه الاعلاميه، كنشكركم لكم شكرا جزيلا، ديما كتابعونا في مواكبه في محافل في وقفه احتجاج، شكرا لكم جزيلا على قناه شوف تي في. احنا يا تنسيقيه السلام الوطنيه احنا مجموعين اشخاص وضعيه اعاقه كنعانيو بزاف، قدمنا الملف المطلبي تاعنا لباتيما الحقاوي، قدمنا راشد القنوني، قدمنا في غازا في جميع المدن، ما لحد الان ما لقينا رد. واش حنا نموتوا؟ واش الدراري ضيعوا؟ حتى حنا بغينا شي حاجه دار معانا. كل كان دوله فقيره نقولوا عاه، وكل الحمد لله احنا عندنا الفوسفات، عندنا البحوره واش ننتحروا؟ بغينا شي حل يدار معانا، احنا بغينا الملف مطلبي. واش هل يعقل باللي في المواثيق قانونيه حاطين قوانين وما عطيناش لينا؟ كنطالبوا بالله بصراحه، انا باغا سيدنا ندخل في الموضوع.